السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر محمود الجزار مدرس فيزياء. النهاردة جاي أكلمكم في موضوع مهم جدا 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 لطلبة الثانوية العامة. في طلبة كتير بتشتكي من خوفهم من الامتحان والقلق والتوتر، وفي طلبة ذاكرت وبرضه عندهم خوف شديد وقلق وتوتر وحاسين إنهم مقصرين، وفي طلبة مذاكرتش وبالفعل عندهم خوف شديد من الامتحان. إن شاء الله دلوقتي هقول لكم حل المشاكل دي، خليكم معانا. هقول لكم ان شاء الله دلوقتي 3 خطوات. اول خطوة معانا، خلي هدفك قدامك اللي انت بتحلم بيه، وتخيل لو الهدف ده ما حققتوش هيبقى الوضع عامل ازاي، وتخيل لو انت حققته الهدف ده هتبقى فرحان وسعيد قد ايه، واهلك واللي حواليك هيبقوا فرحانين بيك قد ايه. ده من اكتر العوامل اللي تشجعك ان شاء الله. تاني خطوة، والخطوة دي مهمة جدا في حياتك كلها، اوعى تكرر الكلام السيء على نفسك، اوعى تقول ان انا مقدرش، اوعى تقول ان انا فشلت. الكلام السيء اوعى تكرره عن نفسك، بالعكس كرر الكلام الكويس، لان الكلام دوت يا جماعة بيعلق في الذهن ويخلي الانسان يصبطه عن العمل ويخليه ما يقدرش يذاكر ويجتهد. وبالعكس لو انت قلت كلام كويس عن نفسك ده هيشجعك جدا وهيديك طاقة تحفيزية عالية من داخل الذات ان انت تذاكر، وهتلاقي المعلومات بتثبت بإذن الله. الخطوة التالتة مهمة جدا جدا جدا، لازم تحطها في دماغك، ان العبرة بالخواتيم. يعني الوقت القريب من الامتحان ده المذاكرة فيه بتكون مفيدة جدا جدا لقرب وقتها من الامتحان، وتقدر تفتكرها ان شاء الله في الامتحان. فحتى لو انت كنت بتذاكر قبل كده او ما كنتش بتذاكر قبل كده، الايام اللي احنا فيها دي هي اهم ايام ليك، اوعى تضيع دقيقة منها. حاول تبعد بقى عن اي حاجة بتلهيك عن المذاكرة، لان الوقت ده زي ما قلت لك وقت من ذهب، حافظ عليه. الخطوة الأخيرة اللي هختم بيها بإذن الله، لازم تاخد بأسباب النجاح كلها. يعني إيه؟ يعني لازم تاخد بالأسباب المادية اللي هي المذاكرة والاجتهاد زي ما قلنا، ولازم تاخد بالأسباب المعنوية إن أنت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى في كل أيامك وحياتك كلها، وخاصة الأيام دي ما تقولش أنا كده أبقى منافق، ان انا كده هقرب من ربنا، وما يدريك لعلها تكون بداية علاقة جيدة مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي بيوفق. ممكن دي انت تكون مذاكر كويس وبعدين تنسى حاجة في الامتحان او العكس، فانت لازم تقرب من ربنا سبحانه وتعالى عشان يوفقك وتبقى خدت بالاسباب المادية اللي هي المذاكرة والاجتهاد، والاسباب المعنوية اللي هي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. وربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه ان شاء الله. قولوا امين، وما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمنا ليصلكم كل جديد ان شاء الله، ومشاركة المقطع مع زملائكم. والسلام عليكم ورحمة الله.